مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تي في مباشرة معكم من طريق الساحلية بمباشر آخر بنفس الحادث. يعني شوفوا السيارة فين دخلت. شوفوا السيارة فين دخلت تحت الشاحنة، وأحد الشهود أنها مع فتيات وكل شيء في حالة غير طبيعية. يشوفوا الله يحفظ السيارة فين دخلت. غير الشيفور حريفي اللي عرف كيفاش يعني ضرب فران ما خلاش، ما كنت زين بالرويض كون قتلهم كاملين. المشاهدين الكرام كما كتلاحظوا من الطريق الساحلية حادث سير خطير. شوفوا اشلاء السيارة فين خرجوا من تحت رموك. يعني شوفوا السيارة فين دخلت، مشهد خطير جدا جدا جدا. شوفوا السيارة فين دخلت تحت الرموك. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شفت في حادث سير خطير في طريق الساحلية الرباط. يعني أربعة شباب مع مجهود الشابات في حالة غير طبيعية، حرقوا الضوء ودخلوا تحت الشاحنة. نشوفوا أشلاء السيارة اللي خرجوا من تحت رموك بقوة ديال الاصطدام. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في، مزيد من الحيطة والحذر خصوصا يوم جمعة والسبت والأحد. يعني كيعرف الناس كيكونوا ناشطين شوية. سرعة جنونية، وصول سيارة الإسعاف في اللحظات. يعني السائقين وأصحاب السيارة خرجوا بسلام. يعني ما طرا ليهم والو. سائقين السيارة بأعجوبة من تحت الشاحنة كما كتلاحظ. مشاهدينا الكرام، يعني الناس فلتات من الموت بعد طريقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مزيد من الحيطة والحذر. شوفوا السيارة تحت رموك. هاد اللحظات وصول سيارة الإسعاف، ولكن راه مكاينينش إصابات. الإسعاف لا ربما يكون في واحد مجروح أو خصو إسعافات. مشاهدينا الكرام،
وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث في الطريق الساحلي طريق الضربدة الرباط. شوفوا الأشلاء من خرجوا تعصروا من تحت رموك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، مزيد من الحيطة والحضر. أربعة الشباب معهم جوج شابات في حالة غير طبيعية، حرقوا الضوء دخلوا تحت رموك. سائق الشاحنة يعني تخلع بحال الدرجة ما تتصورش، يعني تفاجأ بالسيارة جاية بسرعة جنونية ودخلت تحت منه. يعني سيارة الإسعاف ما غاديش ندخل حتى شي واحد، يعني الشباب والشابات خرجوا سالمين غانمين من هذا الحادث. نتمنى يدير لهم عقل لهذا الحادث، يعني يعرف اشنو كان غادي يوقع ليه. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي البث، الى اللقاء.